ونسعد جميعا في هذا المساء بهذه المبادرة التي تمثل صورة من صور المسؤولية الاجتماعية لمركز قياس في الاحتفاء بالمتميزين والمتميزات. نحتفل اليوم بتكريم الفائزين والفائزات والمدارس الحائزين على جائزة قياس للتميز في دورتها السادسة. لا شك أن العنصر المتميز هو وقود كل المبادرات التي ترقى بالوطن، وحرص القيادة على هذه البرامج في الحقيقة يجسد يعني أهمية وتأكيد لأهمية هذا الجانب البشري وتطويره بكل ما تعنيه الكلمة وليس فقط مجرد كلمات.